والدتي كانت بتعمل خدمه هنا وشك هنا يا اشرف. فلما ماتت والدتي استلمت انا مكانها كده ونعمل الخدمه. ودي معموله على الله يا مولانا، احنا بنقدر نجهز فيها ونقدر نعمل حاجه فيها. يجوا ولاد الحلال اللي يساعدونا، يجيبوا لنا خضار، يجيبوا لنا طماطم، يجيبوا لنا احنا بنطبخ ونقدم للناس اللي بيدور لنا رقم. وشغاله بعد كده بعد الفطار بنعمل شاي لاي حد غريب ولا اي حد. يعني مش قادر.